متواصلين إذا مشاهدينا الكرام في كل مكان، انطلاقة شوطنا الخامس عشر في أشواط صباح هذا اليوم المخصص لأشواط الانتاج وشوط خاص بالأبكار المحليات الأصايل. بالتوفيق لجميع المشاركين في هذه اللحظات، وحيث تسير مشاركات وانطلاقات أشواط الانتاج، بالتوفيق للجميع دائما في المنافسات الشيقة والعملاقة. ها هو شوطنا يسير والبحث مستمر دائما عن الأفضل في مشاركات أشواط الانتاج مباشرة إلى هملولة على قمة هذا الشوط. سعد بن الصغير بن حمود الوهيبي هو من يتقدم الآن في أول المشاركين وأول الباحثين عن ناموس هذا الشوط بالنسبة لأشواط الانتاج. ننتقل إلى باروتة تحتل المركز الثاني، ذياب بن سالم بن دري الفلاحي يتواجد ليحتل ثاني المراكز مع انطلاقة باروتة في هذا الموقع. المركز الثالث ننتقل إلى مياسة، مياسة متواجدة سلطان بن حميد بالكديدة هو من يقدم مياسة على المركز الثالث. المركز الرابع هناك تتواجد مواري، عبد الله بن سعيد بالحبة العامري يقدم لنا مواري، مواري من مواري السبق ومن مواري الناموس، هذه اللي تواجدت على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت شواهين لمبارك بن سالم بن سعيتر العامري، بالأمس سجل نقطة مع نقاط الناموس ونقاط الانتاج اليوم أكيد من المشاركة من خلال هذه اللحظات. وبالتوفيق يا بن سعيتر. المركز الخامس يلا نبغي السلام لأهلي زاخر. المركز السادس الآن يأتي مشاهدين الأعزاء بطي بن عبيد بن محمد المهيري يقدم السايحة في المركز السادس، بينما المركز السابع وصلت عالية لزاهر بن مبارك بن محمد الوهيبي الآن على المركز الثامن. وننتقل إلى المركز التاسع، هذه ناصية لمحمد بن سالم بن خليفة الاجتبي تحتل المركز التاسع، بينما المركز العاشر هذه اللي وصلت من حافة عبد الله بالطير العامري يتقدم مشاهدين الأعزاء ليحتل المركز العاشر. هذه النتيجة لعشرة أسماء أولى انطلقت وشاركت تحديات هذا الشوط ومنافساته. هذه الأعداد اللي تواجدت حتى هذه اللحظات، عودة إلى البداية وعودة إلى مسار التحدي ومسار الانطلاقات، ولكن البداية لكن التحدي، العودة إلى الصدارة. المركز الأول لا زالت هملولة، لا زالت هملولة هي الذي تقود هذا الشوط إلى على أصوله. هملولة لسعد بن الصغير بن حمود الوهيبي لا زالت متمركزة في قيادة هذا الشوط على المركز الأول وعلى الصدارة. تحب الناموس، تحب استطلاع الأمور من البداية حتى النهاية. بينما المركز الثاني أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء، عبد الله بن سعيد بالحب العامري يقدم لنا مواري من تحتل المركز الثاني هناك في هذه اللحظات. وهذا الشوط أكيد بيكون شوط واري بالناموس وشوط ناري. أما المركز الثالث باروتة قادمة، باروتة ذياب بن سالم بن دري الفلاحي يقدم لنا باروتة من حاف تحتل المركز الرابع لعبد الله بالطير العامري يقدم لنا ابو حمد هذه الانطلاقه ويقدم من حاف. بينما المركز الخامس شايمه وصلت احتلت المركز الخامس لسالم بن علي بالخيار الشامسي يقدم لنا شايمه والسلام لاهلي مزيد يا بالخيار. اما المركز السادس وصولا المشاهدين الاعزاء مع مياسه وسلطان بن حميد بالكديده يقدم مياسه في المركز السادس في هذه الأثناء. المركز السابع الله يسايحه بطي بن عبيد بن محمد المهيري، بطي بن محمد أو بطي بن عبيد بن محمد المهيري على المركز السابع. ننتقل إلى المركز الثامن، عالية زاهر بن مبارك الوهيبي. المركز التاسع أو المركز التاسع المركز التاسع عمر بن راشد بن سبتة الخيالي ويقدم الواعية. بينما المركز العاشر هذه مشاهدي الأعزاء شواهين ومبارك بن سالم بن زعيتر العامري. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات، عشرة أسماء أولى، عشرة أسماء منطلقة مشاهدينا الكرام باحثة عن الناموس، باحثة عن تصدر، باحثة عن انطلاقة، لكن عودة إلى البدايات.
وهو مواري 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 مواري، غيرت مشاهدين الاعزاء نتيجة هذا الشوط واقلبت الموازين تماما هنا لصالحها. عبد الله بن سعيد بالحب العامري الان على المركز الاول على صدارة هذا الشوط، على الصدارة والشطارة والشطارة مع مواري. اما المركز الثاني، المركز الثاني وصلت من حافة عبد الله بالطير العامري يقدم لنا مشاهدين الاعزاء في هذه اللحظات من حافة. بينما المركز الثالث يتواجد هملولة سعد بن صغير بن حمود الوهيبي يتواجد ليقدم لنا 1200 حتى خط النهاية. ولكن شوف المركز الرابع، المركز الرابع باروتة ذياب بن سالم بن دري الفلاحي، المركز الخامس شايمة سالم بن علي بالخيار الشامسي، ولكن الواعية واصلة، الواعية عمر بن راشد بن سبتة الخيلي. صح 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 يا اللي تبغيه، صح صح الوقت راح، الوقت راح ومسافة الدربة ماشي إلا القليل، ما بقى إلا القليل. المركز الأول عبد الله بن سعيد بالحب العامري. الله يا الواعية، شوف 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 الواعية 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 تسللت قبل أسبوعين فايزة بنفس الشوط، انتزعت أحد أشواط الإنتاج. سلام لهالي رماحة، سلام لهالي رماحة من هذا الموقع من هذه اللحظات. نشوف 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 المركز الثاني عالية زاهر بن مبارك الوهيبي يحتل المركز الثاني يقدم لنا مشاهدينا الاعزاء. الله يا عالية عالية الواعية الواعية وعالية، والثنتين في خطر، الثنتين في مشاركة في استثمار لفرص الناموس ال 400 متر الأخيرة. عمر بن راشد بن سبتة الخيالي، ولكن أهالي السلطنة، أهالي السلطنة حاضرين مع عالية مع عالية عالية الواعية اللحظات الأخيرة المثيرة. ولكن خلاص سلام لهالي رماح، سلام وسع عبد الله صباحك. عمر بن راشد بن سبتة الخيولي وسلالة الشميمي الله انتاج وين؟ ام النواب هذا تهانينا والناموس يا بن سبت، تهانينا والناموس. عمر بن راشد بن سبت الخيلي اسعد الله صباحك وسلام لهالي رماح سلام. المركز الثاني وصلت عاليه زاهر بن مبارك بن محمد الوهيبي، المركز الثالث سعد بن صغير بن حمود الوهيبي، المركز الرابع مواري عبد الله بن سعيد بالحب العامري، والمركز الخامس من حاف عبد الله بالطير العامري. هكذا ايها الحبل الكريم كانت نتيجه هذا الشوط مع شوط الابكار المحليات الاصايل، حيث خطفت الناموس الواعيه بتوقيت زمني مقداره كما نشاهد الواعيه لعمر بن راشد بن سبت الخيلي، حيث صبحت على اهالي رماح بالفوز والانتصار. 7:43 وسبع اجزاء من الثانية. واسعد الله صباحكم على هذا الفوز والانتصار، واكيد مشكور يا ابو محمد راشد بن سبت الخيلي على هذا الدعم لهذا الشعار المميز والكبير والانتاج الطيب الذي حظت من خلال الواعية بهذا الشوط. المركز الثاني 7:46 جزء واحد من الثانية، حيث كانت عالية لزاهر بن مبارك بن محمد الوهيبي. واسعد الله صباحك والسلام اكيد لعلي السلطنة على مشاركة اشواط الانتاج. اما المركز الثالث فكانت متواجدة هملولة سعد بن صغير بن حمود الوهيبي 7:47 وتسعة اجزاء من الثانية هو توقيتها الزمني. تهانينا والناموس مشاهدينا الاعزاء على هذا الانطلاق والتحدي.